اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو منزل ہم نے رمضان المبارک کے پہلے روزے سے شروع کی تھی، آج اس کا آخری پارہ پڑھا جائے گا. اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائے اور اس کو قبول و منظور فرمائے. میں کافی بیمار تھا، بیماری کے عالم میں بھی پڑتا رہا، طبیعت مکمل طور پہ ابھی بھی ٹھیک نہیں. اللہ جل شانہ مجھے بھی، تمام مسلمین مسلمات کو، جب بھی کوئی بیماری، سختی، تکلیف، آزمائش آئے، اس میں ثابت قدم فرمائے اور اپنی رحمت سے بیماری کو شفا میں بدل دے. اللہ جل شانہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأنابا وقوائب أترابا وكهسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تطمع والرادفة قلوب يومئذ واجفة ابصار وخاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك النزاع كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة وإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أخذه الله نقال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكا فسوى واختش ليلا واخرج زهاها والارض بعد ذلك دهاها اخرج منها ماءها ومرآها والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا إن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررى قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرى ثم أماته فأكبر ثم إذا شان شرق الله لما يقسم أمرا فلينظر الإنسان إلى طعامه أن سببنا الماء سبا ثم أشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيه حبا وعنبا وكزبا وزيتونا ونخلا حدائق غلبا وفاكهة وأبا وطاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة صاحقة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد
ولقد رآه بالأفق المبين ما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وعلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين يقتالون الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رأنا على قلوبهم بما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك في ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ينقلب إلى أهله مسرورا وإلى أهله وينقلب إلى أهله مسرورا أما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تساق وتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن ولا يهتدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سجدہ تلاوت قرآن پاک پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت قرآن مجید واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم لا ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لكم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
ان بچ رب کل شدید ان هو یبدی و یعید و هو الغفور الودود ذوالعرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل للذین کفروا فی تکذیب اللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق مما دافق یخرج من بین الصلب يحرج من بين الصلب والترائب إنه ولا رجيل قادر يوم تبلى السرائر ومعلوم من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرواج والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين فمحل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سم بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعل غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولتبصرن الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزنابي ممسوسة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لسنا عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ثم الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاسون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دقت الأرض دقا دقا وجاء ربك والملك صفا صفا جيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم
لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر علي أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمر وهما أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا وأصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد زب الثمود بطغواها إذ انبأس أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى على أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وحج البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم والذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصبا من ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو النادي سندعو الزبانية قلا لا تطح واسجد واقترب سجدہ تلاوت قرآن پاک سننے اور پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفع ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يستر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه ولا ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا توصلون يومئذ عن النيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأددا يحسب أن مالا أخلدا كلا ليمزن في الختمة وما أدراك ما الختمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل قيدهم في تسليل مرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لحب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جتنے احباب ہمارے ساتھ جڑے رہے اللہ جل شانہ سب کو برکات نصیب فرمائے اور سب کا سننا میرا پڑھنا قبول فرمائے. وہ کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو معاف فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وعلی وصحابہ اجمعین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم اللهم اجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منهما نسينا ومنهما نسيت اللهم علمني منهما جهلت اللهم ارزقني تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لي حجه يا رب العالمين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم علمنا منهما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجتنا يا رب العالمين صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف والفتن وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدق وبالزاد ضياء وبالطاء تراوة وبالظاء زفر وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالقاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موئزة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوزنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تحويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سحب أو سوء إلحان أو تأجيل عند تلاوة القرآن أو قسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إهراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا
وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا عطاء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم نور قلوبنا وزين أخلاقنا وثبت أقدامنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلني في عين صغيرة وفي عيون الناس كبيرة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأتباعه أجمعين آمين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله جل شانه سب کے مرحومین کی کامل کامل مغفرت فرمائے اور اس کلام مجید کا ثواب پورا کا پورا ہمیں دنیا آخرت قبر قیامت میں نصیب فرمائے تمام انبیاء کرام تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل پہنچائے اور جملہ برحق انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام صدیقین شہداء غوث کتب ابدال بزرگ ولی پیر اہل سنت والجماعت کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو ثواب اس کا نصیب فرمائے مجھے بھی اس کا ثواب دنیا آخرت قبر قیامت میں بہت زیادہ نصیب فرمائے اور اللہ جل شانہ ہر مشکل آسان فرمائے تمام بیماریوں کو دور فرمائے اپنی رحمت سے شفا نصیب فرمائے اپنے در کی زیارت نصیب فرمائے حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرمائے حرمین شریفین مدینہ منورہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار کی حاضری با ادب و احترام مقبول و مبرور نصیب فرمائے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی و قبری فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ اس کے حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے مشکوک اور حرام رزق کی ہوا سے بھی بچائے اللہ اپنے رحمت کے ساتھ گناہوں خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اللہ جل شانہ و اعمال صالحہ کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم انا نسألك خير ما في هذا الحياة وبعد الحياة خير ونعوذ بك من شر ما في اللہ جل شانہ میرا آپ کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے اور موت کے وقت نصیب فرمائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و صحابی اجمعین اللہ سب کی مراد پوری فرمائے بے نکاحوں کو نکاح کی دولت سے بالا بال میرے رشتوں کو اچھے رشتے اور جوڑ نصیب فرمائے برحمت کو یار الراحمین اپنی برکت رحمت نصیب جزاک اللہ خیر